هاي تامر. اهلا بالطالبة الشاطرة. Of course, I got full mark. ان شاء الله الف مبروك. شو واقف عم تستنى ولا عم تستمتع بهالارض النظيفة؟ لا والله ناطر علم عليك عند المدير، يمكن توقف الشهر الجاي. طيب معناها انا صار لازم روح. الله يجيك الله يجيك. خليك كان يكسر راسي. شكرا كثير انقذتني. هاي الما. هاي. طيب ماشي معناها انا بشوفك وبنحكي. ايه يلا باي. شبك شو صار لي؟ ما في شيء، اترك ايدي. ليش هيك عم تعملي؟ بتعرف اكثر مني. لا ما بعرف، لا تعملي لي حالك المتذاكر اللي قطيني بالجرم المشهود. انت عند المدير وشنتايتك هون وانا بالنص، يعني اكيد رح ترجعي وتاخديها. لك لا تطلعي فيني هيك، هني عامل شيء عامله بنت رح توقع وسندتها، وين المشكله؟ سندتها ولا حضنتها؟ هيك يعني؟ تامر نحن بالمعهد. هذا الحضن مستحيل يكون غير إليك، مو هذيك السندة. أصلاً يا ريت وقعت وانكسر رأسها منيح. لك حرام تضيع عليها، بدها حلوان على اللي عملته. عن أذكر حبيباتي. آسفين عم. ولا يهمك حبيبي، تسلم لي. شو شكلك رجعت بكير اليوم؟ شو كل يوم بدي ارجع المساء؟ بعدين يعني بصراحة لقيت حالي مشتاق لحبيبة قلبي، قلت لحالي يعني بركي بقضي معك شو وقت هيك. عبد المجيد لو سمحت. انت شو قصتك؟ شو صاير لي؟ ما في شيء، تعبانة تعبانة تعبانة؟ هذا الكلام عم بسمعه من كذا شهر أنا، تعبانة تعبانة. صح. لا ما هيك بتضحكي، أنا أصلاً من وقت تزوجتك وأنا كل ما بدي أقرب منك بتحسسيني إني عم بغتصبك اغتصاب. ما زال بتعرف هيك، ليش متقرب علي؟ الله خير، ما في شيء. لا في شيء، قلي لي. رحت لحتى شق على جارتنا إيمان. إيه كملي. قامت ما فتحت لي. معقول يكون صاير معها شيء؟ إيه مو معقولة، لأنه إن شاء الله ما يكون اللي ببالي. طيب يلا رح أطلع أحط أغراضي فوق ونروح أنا وياكي منطمن عليها. هيك قلتك؟ ايه فوراً. يلا طيب يلا. هاي ساسا. هاي. شو كيف الدرس؟ ماش لحال، كنت منسجمة لحتى اجيتي. لا تخافي ما رح اطلك كتير، رايحة. لوين رايحة؟ رايحين انا وامك لعند ايمان. ييه مو كانت عنا من فترة قريبة؟ بعدين شو هالعيب هذا العالم تدق عليها الباب وما بتفتح؟ لك خلاص حاجة تفوري انتي هيك على العالم. ابصر هاي المخلوقة شو بيكون صاير معها. ليكي انا اذا بيقصوا راسي ما بروح لعندك. ايه دخيلك، انتي ما حدا رح يقصه لراسك، انتي خلي راسك بين الكتب. لك صحيح شفتي لبابا؟ ايه اكل ونام. منيح؟ منيح الحمد لله. بعت لي حم عليه، هالدوالي ذبحته ذبح. يلا رح اطمن عليه بعدين اطلع. ايه ليكي قبل ما تفيقي اعملي لك كاسة شاي. إلو ولا إليك؟ والله اذا بتمرقي لنا كاسة ما منقول لا.
من عيوني ساسة خانوم. انت بس تدرسي. وقابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير. مانيش رايدة مانيش رايدة مانيش رايدة إلا هو، مانيش رايدة. شو رجعك يا بيك؟ شو رجعني؟ راجع على مكتبي. عفوا أنا ما قصدت. لا تدخلي حدا لعندي ولا تحولي لي أي مكالمة. حاضر تأمر يا بيك. أنا شو قلت لك؟ شو؟ ليش ما عم ترد؟ لا تضطرني عاقبك. لا تعاقبني مشان الله. اسكت 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 وامسح دموعك كلها، وناقصني مياعة. تفضل يا بيك. يسلم وديها. وإيديك يعني شايفتك هيك مهموم ومعصب شوي، اللي بتروق أعصابك بزهورات. والله ما في شي يا هلا يروق أعصابي، أنا أعصابي تلفاني على الآخر. إيه معك حق، يمكن موضوع المناقصة شوي خلاك تتوتر زيادة. ناقصت شو؟ شغل شو؟ ليش أنا بقيان عندي راس للشغل؟ ليش خير شو في؟ والله شغلت لي بالي. تفضلي عادي لأحكي لك. يا هلا أنا طافش من بيتي ومالي عارفان لإمتى بدي أصبر، وليش لحتى أصبر، وليش لحتى أتحمل. لا تستغربي ولا تفكري انه كل مين معه مصاري يعني هو مرتاح وسعيد وحال مشاكله. الراحه هون براحه البال. بده بيت حنون، بده قلب حنون، بده يحس انه في شخص هو بيستند عليه بيرتاح له. انا كله هاد مفتقده وما عندي منه، ومع كل اسف ما بقدر اشتري بمصرياتي. الراحة هون يا هلا وهون، والهنا هون وهون، وانا هذا افتقده. لا تتلبكي ولا تفكري كيف بدك تواسيني، انا بس عم فش خلقي. تصوري هلا تصوري، انا ببيتي ما عندي حدا اقعد انا وياه مثل ما لي قاعد انا وياكي هيك وفش له همي. لا مرأة ولا بنت وابني صغير على هالهموم. بصراحة يا بيك انا ماني مستغربة، انا حاسة وبعرف انه انت من تزاحم الهموم يمكن ما عاد عندك مكان جديد للهم. بس نحنا بحياتنا تغيرت المبادئ، تغيرت القيم والاخلاق، وانت بعدك الذهب العتيق. يعني اللي بدي اياه منك انك تعيش صح وتتغلب على كل هاي الهموم، لانه صحيح انت ما في حدا تستند عليه، بس في كتار بحاجتك وعم يستندوا عليك هلأ.